الرضا، مساء السعادة، يا رب يجعل كل أيامنا سعادة. إحنا قاعدين في بيتنا لا بينا ولا علينا، محظورين عايشين أيام الكورونا، وبتطلع ظواهر غريبة جدا موجودة في حياتنا. أكتر ظاهرة مضايقاني وحاسة إنها فعلا ما ينفعش تكون موجودة في الأزمة اللي إحنا فيها هي ظاهرة التنمر. يعني إيه تنمر؟ التنمر إن إحنا بنختار شخص معين مختلف عننا في صفة معينة، أو بيعمل تصرفات إلى حد ما ممكن تكون مختلفة عن بعض الناس، فالناس بيحطوه في دماغهم ويبدأوا إن هم يسيئوا ليه، يبدأوا إن هم يهينوه ويغلطوا فيه. كان ده بيحصل الأول مع الأطفال المراهقين في المدارس، لما نلاقي مجموعة من الأطفال مثلا متحدين مع بعض وشايفين زميل أو زميلة ليهم مثلا بيعمل حاجة مختلفة، أو طفل هادي أو مش متكلم أو مش شاطر، يبدأوا يتنمروا عليه. وكنا إحنا دورنا ككبار إن إحنا نربي الأطفال دي، نقول لهم الصح والغلط إيه. بس للأسف المشكلة إن الكبار نفسهم بقى عندهم حالة من التنمر، بيتنمروا على كل حاجة موجودة حوالينا. الخبر اللي جالي واللي شفته عن الفنان القدير شريف منير واللي حصل بلبناته ده بجد أمر مؤسف جدا. إنسان محترم وفنان قدير له أعمال جميلة وعنده بنتين زي القمر، ربنا يخليهم له يا رب. كل اللي هم عاملينه بنتين أنا بعتبرهم أطفال في سن الطفولة، قاعدين بلبس عادي جدا في البيت مع أهلهم وتصوروا. الصورة نزلت على السوشيال ميديا قلبت الدنيا. ازاي يا شريف تسيب بناتك كده؟ ازاي يلبسوا كده؟ لا ما ينفعش، انت بتحرضهم على الفسوق. ايه معنى الكلام ده؟ ازاي اب يحرض بناته على الفسوق؟ ازاي يكون في سب وقصف لبنتين في حكم الاطفال؟ طبعا دي حاجه مهينه وحاجه بتجرح وحاجه بتخلي الانسان يفقد الثقه في نفسه او يهتز. فاضطر الفنان شريف منير ان هو يشيل الصور، بس ما سكتش، طلع واتكلم مع الناس وقال لهم دول بناتي الاطفال، هم دول اللي عملوا كل القلق وكل المشكله في المجتمع، هم دول اللي مضايقينكم بمجرد فيديو طالعين لابسين فيه لبس اطفال وقاعدين بيتكلموا مع بعض عادي. حاجه بجد تزعل وحاجه بجد تجرح وحاجه بجد تهين. عشان كده انا كان لازم اسال من الناحيه الدينيه التنمر ده ازاي احنا ممكن نعالجه دينيا. ومعانا الشيخ محمد البنا مدير عام بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا شيخ. أهلا وسهلا يا فندم، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب وحضرتك طيب. وأهلا ومرحبا بمعدل البرنامج وأهل القناة كلهم، لهم مني التحية وكل الاحترام. للأسف هو الصوت مش واضح. لا أنا سامع كويس والله، أنا سامع كويس. أيوة أنا كده سامع حضرتك، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ثم أما بعد. كلمة التنمر معناها أن إنسان يستهزئ بإنسان آخر، ده عملية استهزاء وعملية سخرية، والقرآن الكريم حذر من هذه الأشياء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق. لو نظرنا لهذه الآية، الآية دي كلها أخلاق وكلها احترام وكلها عقيدة، بتدل على أن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل فقدره وصوره وجمله وجعله في أحسن صورة، لا يستطيع لإنسان أن يعيب عليه ولا يتكلم في حقه، لأن الكلام في حق المسلم حرام، يعتبر غيبة، والغيبة والنميمة محرمة، لأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال آخر ما يدخل الجنة الذي يتكلم في حق أخيه المسلم إذا تاب. آخر ما يدخل الجنة الذي يتكلم في حق إخوانه المسلمين إذا تاب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. وأول من يدخل النار الذي يتكلم في حق المسلمين ويتناول في أعراضهم، اللي بيتكلم في حق المسلم يوصف يقول كذا وكذا وكذا. لكل إنسان شخصية مستقلة، أنا حر في بيتي وأنا حر في نفسي، ما ينفعش، مش ينفع اي حد يتكلم عليا في القيل والقال. ربنا سبحانه وتعالى وصف في القران الكريم قال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم عتل بعد ذلك زنيم. والزنيم دي ولد الزنا والعياذ بالله، اللي بيقعد يتكلم ويتنمر على حق على الناس ده، ممكن اللي انت بتتكلم عليه ده ممكن يكون
يعني قوي عند الله عز وجل ومقرب الى الله سبحانه وتعالى، ممكن يكون عند الله افضل منك انت اللي انت بتتكلم عليه ده. صح تمام. ممكن يكون قريب من الله عز وجل، وممكن يكون في صله رضا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما حدش عارف ايه اللي بين العبد وربه، يعني ايوه نعم بالله. ايوه نعم بالله. هل هو شق على قلبه وعارف الصله اللي بينه وبين ربه ايه عشان يتكلم عليه او يعني يدم في حقه او يتنمر عليه؟ هل دي اخلاق الاسلام؟ لا والله. اخلاق الاسلام بيقول حبوا لاخيك كما تحبوا لنفسك. ما ينفعش انني اتكلم على حد واني ما ينفعش واحد يتكلم عليا. طالما انا ما بحبش حد يتكلم عليا يبقى ما اتكلمش في حق الاخرين. لا، وممكن كمان اللي اتكلم عن حد ده وهاجمه او تنمر عليه يجي له يوم من الايام يعني هو يكون في نفس الموقف، ويجي حد غيره يتنمر عليه او على اولاده او على اسرته على فكره. وصحيح فعلا الايام دول ممكن يقع في نفس المشكله، فهي زي ما حضرتك تفضلتي، وممكن الناس تتنمر عليه لان ايه؟ كما تدين تدان وكما يقال لك يقال عليك. برضه ما هو فعلا لان الايه؟ الاشياء دي ربنا سبحانه وتعالى مش بيسيبك. وخدي بال حضرتك الحاجه الوحيده اللي ربنا سبحانه وتعالى مش بيسامح فيها هي حقوق العباد. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسامح في حقه، يعني انا لو قصرت في حق ربنا، ربنا غفور رحيم، لكن انا لو اتكلمت واتنمرت على اخويا المسلم وقلت ما فيه ما ليس فيه، ربنا مش هيسامحني الا اذا هو سامحني هو اللي انا اتكلمت في حقه. والناس مش واخده بالها من الكلام ده. هي الناس عندها فراغ، الناس فاضيه، يعني بدل ما يشوفوا حالهم والشغل اللي واقف والدنيا اللي واقفه دي، يعني المفروض ان هم يعني يشوفوا حالهم ويشوفوا بيوتهم وعيالهم احسن ما يقعدوا يتكلموا عن الناس. انا رايي ان احنا لما نشوف حد بيغلط المفروض ان احنا نستر عليه وننصحه بدل ما احنا نفضحه، ولا انت رايك ايه يا شيخنا؟ صحيح كلامك صحيح. ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. من ستر مسلما، وبعدين يعني ستر هنا في الكلمه وفي العيب، حتى لو راى منه عيبا لا يتكلم عليه ولا يشينه، لانه ده اخوه المسلم. لان الاسلام مبني على الاخلاق، مبني على المحبه، مبني على التواضع، مبني على الكرم، مبني على الايثار. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغتاب احدكم اخاه. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم ان الواحد يذكر اخوه بصفه حسنه فيه. يعني ما ينفعش ان انا اقول فلان جميل، مش ينفع. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اعلم به مني انا. طيب انا عندي سؤال مهم جدا يا شيخنا، يعني للاسف ناس كتيره جدا لما يكون واحد ميت على معصيه او مات وهو مرتكب معصيه، الناس تقول لك لا يجوز الترحم عليه. لا يجوز الترحم عليه، ده ممكن يكون فعلا تاب قبل ان يموت. والانسان اللي مات على معصيه وما ادراك ان هو ممكن يقول لا اله الا الله بموت، يبقى ميت على لا اله الا الله، يقولوا عليه ملحد، يقولوا عليه كافر، يقولوا عليه حرامي او زاني او زانيه، ويقول لك ده خلاص مات لا يجوز الترحم عليه واحنا ما ينفعش ندعي له. لا ما ينفعش. بيحكموا عليه ليه؟ هم كانوا شافوه، كانوا يعني شافوا العمل اللي هو بيعمله. لا طبعا، كانوا اشقوا على القلب بتاعه، شافوا قلبه فعلا فيه الكلام ده ولا لا. ممكن يكون الانسان ده فعلا يعني ممكن يكون في اخر لحظه تاب الى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى بيقبل التوبه منا قبل ان تصل الروح الحكوم، قبل الغرغره. ربنا فتح باب التوبه حتى الانسان وهو بيغرغر في النفس الاخير، لو قال لا اله الا الله خلاص، من مات على لا اله الا الله لا خوف عليهم في الدنيا ولا في الاخره ولا يوم البعث ولا يوم النشور. اللي بموت على لا اله الا الله، وما ادراك انت؟ انت هل انت افضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايضا ذهب رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتم في حق اخاه المسلم ويسب في حقه ويقول ووصفه بوصف لعين، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله فيما تقول، هل انت شققت على قلبه؟ انت شفت العمل بتاعه وشفت قلبه اصلا هو عاصي ولا مش عاصي؟ الكلام ده حرام. لا، واجب ان احنا نقول الله يرحمه. ده حتى العلماء قالوا من مات على معصيه امره مفوض الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه، والله عز وجل فعلا رحيم ودود. طالما ميت على الاسلام وميت على مله الاسلام، قال العلماء يغسل ويكفن ويصلى عليه صلاة الجنازة ويدفن بمقابر المسلمين
عسى الله عز وجل أن يبدل سيئاته حسنات. أمين يا رب. وكان أمين الله يا رب. غفورا رحيما. الشيخ محمد البنا شكرا جدا على مداخلتك معنا النهاردة. شكرا ليك. وفاصل وهنرجع لكم تاني ونتكلم عن موضوع التنمر. ورجعنا لكم تاني. واللي حصل مع الفنان محمد رمضان اتعرض لنوع من انواع التنمر هو كمان، ما سلمش. ليه وليه؟ ان هو ولاده لونهم اسمر وبناته لونهم فاتح او ابيض، فازاي بقى الناس يسكتوا على حاجه زي دي؟ دخلوا بقى تريقه، وانت ازاي لونك كده انت وطالعين زيك الولاد لكن البنات شكلهم لونهم فاتح شبه مامتهم، وتريقه بقى على السوشيال ميديا وكلام. انا بعتذر جدا للفنان محمد رمضان، بقول له حقك علينا، احنا اسفين، دي ظاهره فعلا لازم نعالجها. ومعانا اتصال تليفوني من الدكتور توفيق ناروز استشاري الطب النفسي. مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك. اذا صحتك عامله ايه؟ واهلا بالساده المشاهدين. ازيك يا دكتور؟ نورتنا النهارده في الحلقه. نورك يا فندم. دكتور، عايزين نعرف يعني ايه تنمر؟ هل التنمر ده مرض نفسي ولا هو ظاهره؟ التنمر هو ظاهره طبعا عدوانيه، تتسم من الواحد زي التاسد او التنمر، تبان بقوه في ايذاء الاخرين، يعني ايذائهم سواء على المستوى النفسي او سواء على المستوى الجسدي، او من خلال الانترنت او اللي بيسموه السايبر بولينج، اللي هو برضه التنمر الالكتروني. فاذا هنا عندنا ثلاث انواع من التنمر، اللي هو التنمر الجسدي والتنمر اللفظي والتنمر النفسي كمان، وفي التنمر الالكتروني اللي هو كان تعرض بيه الفنان محمد رمضان لما جاب ابنه وقالوا عليه البشره سمراء، وهذا طبعا دي خيبه ربنا يعني. وبشره انا مش عارفه بيتريقوا على ايه، بيتريقوا على لون بشره، يعني انا مش قادر افهم بصراحه. ناس شيء طبعا صعب شويه، صعب، لان طبعا ما حدش في ايدينا بيختار لون بشرته يعني. فاذا كل البشره السمراء جميله، حتى اقول لك السمراء نص جمال يعني. فاذا هذه خلقه ربنا ما نتكلمش عنها خالص، احنا ممكن نتكلم عن سلوك معين، حاجات زي كده. وعلى فكره التنمر بقى ظاهره كتير في المجتمع دلوقتي. اي حد مثلا وزنه زايد شويه، او مثلا وزنه يعني اللي هو عنده السنه يعني، او حاجه مثلا يقولوا انت كذا ويتريقوا عليه ويسخروا منه، وده موجود في المدارس ويؤدي الى مشاكل كثيره جدا، من ضمنها الخوف والقلق، وان الطالب او التلميذ مش عايز يروح المدرسه، يبتدي يتجنب المدرسه، ويبتدي ان هو ما يذاكرش، ان هو ادائه الدراسي ينخفض يعني. بيعمل ايه يعني هذا في الثقه بالنفس يا دكتور؟ طبعا بيخليه اولا يبقى ثقه بنفسه ضعيفه، بيبقى خايف جدا انه يروح المدرسه عشان التنمر بيه، اللي هو الاساءه يعني. كلمه تنمر هنسميها الاساءه او السخريه، هي كلمه مستحدثه شويه بس جايه من نمر او الاتساب على شخص يعني، لو استخدام القوه ضد شخص اخر يعني. اضعف مننا شويه. ميرسي جدا يا دكتور توفيق بجد على رايك معانا النهارده، ميرسي جدا، نورتنا، شكرا. هنروح تقرير وفاصل صغير نرجع لكم تاني. بيوتي كات ومعانا اسماء جمال. ازيك يا اسماء؟ اهلا نهار، ازيك؟ شرفتينا النهارده. ربنا يخليكي، ميرسي، نور بيكي. ومعانا الاعلاميه الجميله بري منصور. هاي بري، عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده هنعمل ميك اب، المفروض ميك اب نهار او ميك اب خفيف. هتعملي ايه النهارده بقى يا اسماء؟ هعمل ميك اب نهار، ميك اب خفيف، وهوريكم ازاي ممكن نحول ميك اب النهار بخطوات بسيطه لميك اب سهره. واو، طب يلا نبدا. يلا يلا بينا. اوكي، طبعا احنا جهزنا البشره في البدايه، عملنا تنظيف بشره خفيف وعملنا برايمر. البرايمر مهم جدا عشان يقفل المسام بتاعه البشره، وعشان الفونديشن والحاجات دي ما تتغللش جوه المسام، فلازم احنا نحط برايمر. انا حطيت لها البرايمر اوريدي، ودلوقتي هبدا احط الكونسيلر بالطريقه دي. افتحها شويه، مش هنعلي الكونسيلر للاخر، وهنحطه بشكل مثلث بحيث انه المنطقة دي كلها، الحتة دي كلها كده تكون مضيئة. دي اكتر منطقة يرون فيها الاجهاد يا اسماء، او تعب العين. بالظبط، وبنحاول دايما يا مروة ما نحطش كونسيلر افتح بكتير من لون البشرة عشان ما يقلبش معانا على رمادي، وما نحاولش نطلعه كمان على الجفن فوق خالص عشان ما يصغر العين ويضيقها. نسكر شويه، طبعا هحدد بيه كده الحواجب شويه، وهخليه ينشف وتمتصه البشره شويه. يعني البدايه بتكون بالكونسيلر تحت العين وفوق العين. لو عندي اماكن فيها تصبغات، احيانا في ناس بيكون عندهم هنا تصبغات او عايزه اضيق الشفه، فبحط كونسيلر هنا
وفي ناس بيكون عندهم كمان عند الأنف هنا تصبغات. في ناس بتعمل الكونتور قبل في ناس بتعمل الكونتور بعد الفونديشن، انا بعمله قبل عشان يكون تحسيه طبيعي يعني، فبعمل كونتور بالطريقه دي، بنحدد الخد كده بحيث انه انا لما اجي احط الفونديشن يتحدد الوش كله معايا مرة واحدة. اذا واحدة عندها الجرين بتاعها عريض فهي تغمق فوق، انا مش هغمق كتير لانه هي الجرين بتاعها مش عريض. دي تعتبر من بشرة الفاتحة تقريبا، شوطة بشرة فاتحة. فهو عموما انت لما بتيجي تحطي فونديشن او بتحطي كونسيلر ما بتبعديش كتير عن البشرة بتاعتك، يعني اللون يا يكون نفس لون البشرة يا يكون افتح شوية او اغمق شوية حسب البنت حابة ايه، اللوك اللي عايزة تطلع بيه. بالظبط. في بنات في الصيف بيحب الميك اب الغامق، يقول لك انا عايز اعمل لون تان شويه فيحطوا درجه اغمق من بشرتهم. يحطوا اغمق بس لازم ما يحطوش غامق كتير، يعني درجه واحده. تمام. وهبدا ادمج. وكمان يا مره في بنات كتير بتحط الكونتور غامق قوي، فلما تيجي تخلص الميك اب بتلاحظي ان الكونتور مغمقها بزياده في المنطقه اللي هي تحت الخد على طول دي. دي فبتلاقي في خط كده، وده غلط. هو المفروض الكونتور بس بيعمل شادو بحيث ان هو ينحف البشره. انا هخلط لونين مع بعض. هو الصح دايما انك انت بتخلطي لونين مع بعض لغايه ما بتوصلي لدرجه الوش البشره. انا هخلط كده بتكون درجه فاتحه ودرجه غامقه. وعشان انت